في المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات. سيادة المستشار برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني سيادة المستشار عايز اطمن من حضرتك، هل وردت اليكم اي شكاوى حتى هذه اللحظة؟ هل في اي ملاحظات عند اللجنة العليا للانتخابات حابب ان حضرتك توجهها من خلال وسائل الاعلام؟ الحمد لله انطلقت الانتخابات في الخارج، والحمد لله شهدت بعض اللجان بعض السفارات حضور كثيف من السادة المواطنين في السعودية والكويت والإمارات، ونأمل أن الأعداد تزيد في باقي السفارات خلال الفترات القادمة. ومن خلالك أنا بدعوهم إلى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات المصيرية التي تساهم في رسم مستقبل الوطن. لكن لم يرد لنا أي شكاوى وليست لنا أي ملاحظات، وإحنا بنتابع هنا في اللجنة العليا للانتخابات من خلال 18 جهاز بس ما يدور داخل اللجان الانتخابية في 18 سفارة. طيب سيادة المستشار، يعني اليوم بكرة بقى في مصر وداخل مصر هيكون بدايته الساعة كام؟ ايه النقاط الرئيسية او الاساسية اللي مهم ان الناس تعرفها ابتداء من دلوقتي؟ الانتخابات بتبدأ من 9 صباحا حتى 9 مساء في مصر وخارج مصر، ولكن طبعا هناك فروق توقيت. 9 صباحا في الكويت غير 9 صباحا في استراليا غير 9 صباحا في القاهرة، في فروق توقيت. في بيتخلل هذه الفترة ساعة راحة هي في داخل البلاد من 2:30 لثلاثة ونص، فاحنا نوجه السادة المواطنين انهم يتجنبوا الذهاب الى اللجنة في فترة الراحة علشان ما يقفوش كتير، اللي هي من 2:30 حتى 3:30. الحاجة التانية اللي احب الفت النظر اليها انه يجب على كل ناخب انه يتأكد من عدد المقاعد المخصصة لدايرته، وينتخب اشخاص بقدر مساوي لهذا العدد من المقاعد. يعني إذا كانت الدائرة لها 3 مقاعد يختار 3 أشخاص، لها مقعدين يختار 2، لها 4 مقاعد يختار 4 مقاعد، لها مقعد واحد يختار مقعد واحد، لا أكثر ولا أقل حتى لا يبطل الصوت. يعني هي دي النقطة المهمة جدا، إن لازم كل مواطن يسأل على عدد المقاعد ويختار من بين المترشحين عدد مساوي لهذا العدد. طيب في لحظة غلق الانتخابات علشان ممكن تطلع إشاعات، يعني دلوقتي النقاط اللي حضرتك ذكرتها دي نقاط في غاية الأهمية، من 2 لـ 3 تقريبا، ده من 2:30 لـ 3:30، من 2:30 لـ 3:30 دي فترة راحة علشان الناس ما توقفش كتير. تمام. بعد كده بقى فيما يتعلق بغلق اللجان، ده فيه له توقيت محدد ولا اللجنة بقرره لحظة بلحظة عشان الإشاعات اللي بتطلع؟ لا، غلق اللجان الساعة 9 مساء، وآخر يوم زي ما سيادتك عارف إذا كان موجود عدد من السادة الناخبين في محيط اللجنة الانتخابية القاضي بيحصرهم ويمكنهم من التصويت حتى لو تجاوزت الساعة 9. مناديب المرشحين داخل اللجان، يعني هل الأمر متروك تنظيمه لرئيس اللجنة ولا الأمر محدد برقم معين؟ لا، الأصل ان كل مرشح يكون له مندوب طالما المكان يتسع، لكن نفترض ان المكان لا يتسع فيه مثلا بعض الدوائر فيها 70 مرشح، مش معقول ما فيش مكان لجنة هتاخد 70 مندوب. وبالتالي في هذه الحالة السيد رئيس اللجنة بينظم حضورهم في لمتابعة الانتخابات بأنه مثلا بيقسمهم على دفعتين أو 3 ويحدد لكل دفعة عدد معين من الساعات يحضروا وهكذا بالتناوب. هل في أمور محظورة بكرة للناخب على، يعني بالنسبة للناخب هذه الأمور تعتبر محظورة بشكل قاطع يجب عليه أنه هو يتجنبها؟ طبعا، ما يعملش دعاية لمرشح وهو واقف في الطابور، ما ياخدش معاه سلاح، واخد بال حضرتك، لازم ان هو يحط صباعه في الحبر الفسفوري ما يمتنعش، في يتجنب من انه يعلم بقلم رصاص حتى لا يبطل الصوت، يلتزم بتعليمات الامن، يسال منسق الطابور علشان ما يقفش كتير او يقف في مكان خطا،
كل دي امور تنظيميه ان شاء الله موجود المنسق الطابور والناس المتصلين بهذه المساله لتنظيم الطوابير والدخول الى لجنه الانتخاب. طيب لما يجي سياده المستشار ناس يطلبوا من اعضاء اللجان اللي موجودين، مهم كنت عايز اسال السؤال ده الحقيقه، حاول تاني ان انا اتواصل مع سياده المستشار عمر مروان، عايز اعرف اللي بيسال انتخب مين ده ايه الحل معاه بالظبط؟